السيريبرال كورتكس لكل هيمسفير بتتقسم لأربع فصوص: فرونتال لوب، برايتال لوب، وأوكسيبتال لوب، وتيمبرال لوب. هذه الفصوص بتتوافق في مواقعها مع الكرينيال بونز التي تحمل نفس الاسم. كل لوب بيقع في مناطق معينة مرتبطة بوظائف محددة. الفرونتال لوب بتكون the most anterior loop of the brain. حدود الفرونتال لوب هي central sulcus واللي بيفصله عن البرايتال لوب، واللاترال فيشر واللي بيفصله عن التيمبرال لوب. الفرونتال لوب بيتوسط مجموعة كبيرة من الوظائف، وهي reasoning والجادجمنت والإيموشنال ريسبونس والبلانينج والإكسكيوشن أوف كومبلكس أكشنز والتحكم في حركة العضلات الإرادية. بيحتوي الفرونتال لوب أيضا على الموتور سبيتش سنتر، والتي تسمى بروكاس أريا. البروكاس أريا تقع على جانب واحد من السطح السفلي للفرونتال لوب، وهو المسيطر على اللغة. تقع البروكاس أريا بالتحديد في الليفت انفيريور فرونتال جيروس. هذه المنطقة بتشارك في تنسيق أو تنظيم الحركة المستخدمة في إنتاج صوت الكلام. البرايتال لوب بيقع في الجزء الأوسط لكل سريبرال هيمسفير خلف السنترال سالكس. الجزء الأفقي من اللاترال فيشر بيفصل البرايتال لوب عن التيمبرال لوب. بالنسبة للفانكشنز، البرايتال لوب متعلق بالإحساس بكل من التمبريتشر والتاتش والبريجر والفايبريشن والتيست والبين، وبيشارك البرايتال لوب في الرايتنج وسام أسبكتس أوف ريدنج. الأوكسيبتال لوب هو most posterior loop of the brain. بيتفصل الأوكسيبتال لوب عن البرايتال لوب عن طريق البرايتو أوكسيبتال فيشر. وبالنسبة للفانكشنز، الأوكسيبتال لوب بيشارك في الconscious perception of visual stimuli، والبريمري فيجوال اريا الموجودة في الأوكسيبتال لوب بتستقبل المعلومات من الأوبتيك تراكت بواسطة الأوبتيك راديشنز الممتدة من الثالاموس. التيمبرال لوب وهو الموجود أمام الأوكسيبتال لوب بيتفصل عن البرايتال لوب عن طريق اللاترال فيشر. وظائف التيمبرال لوب هي إدراك المحفزات السمعية والبصرية والهيمنة على اللغة. الميموري بروسيسنج بتتم عن طريق كل من الأميجدالة والهيبوكامبس والكلوسترز اوف جري ماتر الموجودين في البارا هيبوكامبال جيروس اوف ذا تيمبورال لوب. يقع في السوبيريور تيمبورال جيروس الاوديتري كورتكس، والتي تنقسم الى بريمري اند سكندري اوديتري ارياس. البريمري اوديتري اريا اسمها هيشلز جيروس، وبتستقبل الميجر اوديتري سنسور انفورميشن من البايلاترال كوكليا. حيث أن السكندري أوديتري إيريا والمعروفة باسم وورنيكس إيريا هي مركز فهم وصياغة الكلام. أسفل التيمبرال لوب يوجد جزء آخر من الكورتيكال جري ماتر يسمى إنسولا، وغالبا يشار إليها بالفص الخامس. الإنسولا بتتفصل عن التيمبرال لوب عن طريق اللاترال فيشر، ويعتقد أن الإنسولا بتتوسط في الوظائف الحركية والحسية للأمعاء.